طلبت أم باسم من ابنها أن يشتري لهم خبزة. تعال يا باسم. نعم تفضل يا أمي. اذهب واحضر لنا خبزا. حاضر يا أمي. ذهب باسم إلى المخبز فرأى الخباز يرق العجين بسرعة كبيرة حتى إذا استدار وضعه على خشبة طويلة ورمى به إلى بيت النار. كان الخباز ماهرا وكان العرق يقطر من جبينه. عاد باسم إلى البيت يحمل الخبز الساخن وقال لوالده: عمل الخباز ساخن يا أبي. قال الوالد: نعم إنه يعمل بالأكل لأنه يطعمنا الخبز الشهي. إياك يا بني أن ترمي الخبز الزائد عن الأكل، فالخبز نعمة من الله يجب أن نحافظ عليه. حسنا يا أبي. احمد ربك يا إنسان واشكر آلاء الرحمن، نعم حولك لن تحصيها في جسمك أو في الأكوان. انظر في خلق الإنسان، انظر في تلك الأكوان، انظر حولك فكر فكر، نعم الله في كل مكان. خلق الله لتمشي أرجل، خلق يديك تكد وتعمل، وجهك قد جمل سيما، فكر ربك كم يتفضل. احمد ربك يا إنسان واشكر آلاء الرحمن، نعم كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا. قمحا كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا. يخبزه عمي الخباز يطعمنا خبزا ممتاز، هو رمز للعيش الحر ويسمى عيشا في مصر. قمحا كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا. يصحبنا في كل طعام، هيا نأكل دون كلام. يصحبنا في كل طعام، هيا نأكل دون كلام. نشكر ربا قد أكرمنا برغيف الخبز ونعمنا. الخبز مفيد للجسم وغني وسريع الهضم. قمحا كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا. نشريه من الفرن صباحا ونقاوم بردا ورياحا. نشريه من الفرن صباحا ونقاوم بردا ورياحا. رائحة الخبز على قلبي، رائحة الخبز على قلبي، غالية والشكر لربي، غالية والشكر لربي. قمحا كان وصار طحينا ومع الماء يصير عجينا، ومع الماء يصير عجينا.